بنعمل دورة تأهيل وإعداد المرشد البيئي السياحي. يبقى دلوقتي في عامل مشترك بين البيئة والسياحة. صح؟ نتكلم على حاجة اسمها السياحة البيئية، ده حاجة من الفروع السياحية المنتشرة كتير. حاجة اسمها السياحة البيئية. فهنتكلم النهاردة عن برامج السياحة البيئية، تعريفاتها وأنواعها وأهميتها، واخد بالك؟ وأشكالها اللي موجودة عندنا في مصر. المحاضرة الثانية هتتكلم عن التنوع البيولوجي في مصر. فحد عنده فكرة عن ايه سياحة بيئية؟ السياحة بتكون يعني المزارات فيها طبيعية زي المحميات او الاماكن الطبيعية، يعني فيها نباتات، فيها نسور، حاجات ثانية. ممكن نقول اللي هي السياحة اللي بتحرك على اساسها السائح او الاجنبي اللي جاي من دولة خلاف الدولة المقصد، غرض في علاقة مباشرة بالبيئة، يعني زي ما احنا بنقول كده مشاهدة الطيور، تصوير أفلام وثائقية في المحميات وإلى آخره يعني. تمام، عظيم. في حد عنده أي تصور تاني لتعريف السياحة البيئية؟ يعني إيه سياحة بيئية؟ قول. ممكن باختصار هنقول إن السياحة المرتبطة بالبيئة أو ليها علاقة بالبيئة. طيب نفس الكلام اللي... نفس الكلام بس هيبقى يشتمل حاجة يعني فيها وعي بيئي للمرشد وللسياح نفسهم. وعي بيئي بيرتبط، مش بيرتبط عن عبارة عن معلومات بس، يبقى كلنا مشتركين في الوعي البيئي ده عشان نعمل محافظة أو نعمل حاجة اسمها محافظة مستدامة أو حاجة سياحة مستدامة أو معلومات على البيئة نفسها. لأن هو لو أثر انا هزوره في يوم وهمشي، اما البيئه لازم احافظ عشان فيها كائنات ونباتات وطيور، فيها طرف تاني يعني لازم احافظ عليه. ممتاز. عماد، هو برضه الاحتكاك بالاشخاص المقيمين في المنطقه ديت علشان تبادل الثقافات برضه مش منطقه حلوه جدا، عظيم. بحيث يعني زي ما احنا عندنا هنا يعني المفروض الناس بتيجي زي ما بعرف المحميه اعرفه برضه القبائل اللي عايشه حوالين المحميه وتراث الناس دي والثقافه بتاعتهم ايه. ممتاز. التجميع بتاعتكم دي معظمها صح، تجميع كل الغابات التاريخ دي، بس في حاجه بقى جزئيه غلط خالص نصحها. اتفضل. هو السفر من اجل التعرف على البيئات المختلفه من اجل التنميه المستدامه. برضه مقبول. مش كل السياحه قايمه على البيئه سياحه بيئيه. يعني لو قلنا مثلا في 4 مليون سائح بيجي جنوب سيناء على اساس انهم بييجوا يزوروا المحميات، كلهم بيعملوا حاجات معتمده على المناطق الطبيعيه، اللي بيعمل سموكينج دايفنج يا سانت كاترين، صح كده ولا ايه؟ يا مش عارف. لا، هو مش كده. يعني السياحه قائمه على البيئه وليست سياحه بيئيه. السياحه البيئيه لها شروط ولها تعريف. تعريف السياحه البيئيه هو السفر الواعي والمسؤول اللي بيحافظ على الطبيعه. يعني شرط السياحه البيئيه ده انه لما يروح مكان محميه طبيعيه يحافظ. هي السياحه هي السفر، بس لازم السفر ده يكون مسؤول واعي. يعني هو راجل رايح المحميه الطبيعيه عارف انه رايح محميه هيحافظ على الموارد الطبيعيه اللي فيها وهيقدم خدمات للسكان المحليين. واخد بالك؟ مفيش عزله، مش هينعزل عن القبائل والعشائر الموجودين في المنطقه. يعني لما تروح سانت كاترين مثلا، خلاص سافرت من بلدك جيت مصر رايح محميه طبيعيه، انتقلت لمكان ثاني وده السفر، بس رايح عارف انك رايح محميه طبيعيه هتحافظ على الموارد الموجوده فيها، تشتري مكلفات، مش هتدوس على نباتات موجوده في الارض، واخد بالك؟ مش هتطلع بره العربيه مش هتطلع بره المبات بالعربيه، وهتبقى في الشتاء وفي اشعار مرجانيه، في نفس الوقت هتتعامل مع السكان الموجودين في هذه المنطقه، هتقدم خدمات، هتشتري نبات، هتتعامل معاهم، هتقدم لهم وظيفه معينه، واخد بالك؟ هتستخدمه كدليل في الصحراء. فده المفهوم الشامل للسياحه البيئيه. تمام كده؟ ده تعريف مهم جدا جدا جدا، لازم يكون كمرشد بيئي سياحي لازم التعريف ده يكون في دماغك، هو ده الاساس، هي دي القاعده اللي انت لازم تحطها في دماغك كمرشد بي سي اي. يبقى ليها شروط، لازم تكون ان هي لا تترك اي اثار بيئيه، يعني انت راجل مرشد بي او معاك مجموعه سياحه عشان تحقق مفهوم السياحه الجايه ما تسيبش وراك اي اثار سلبيه، صح؟ ما ترميش حاجه، ما تجمعش حاجه، ما تدمرش حاجه، يبقى انت كده حققت اهم شرط من شروط السياحه البيئيه.
زي ما قلنا بتجلب منافع اقتصاديه واجتماعيه لسكان المحليه وتساهم في نشر الراي العام. يعني انت الحته بقى المهمه جدا اللي بنشوفها على الواتساب او الجروب بتاعنا بترفع الراي بيه بناس ثانيه. انت شفت حاجه غلط بقى لا بتقف. انت راجل مثقف عندك خلفيه بيئيه دلوقتي كويسه جدا رحت البلو هول شفت ناس بتعمل قاعده على الشعاب مثلا بتتكلم مع المرشد السياحي اللي مرافق للمجموعه يا جماعه دي غلط ده غلط جدا جدا ان انت تخلي الناس تقف كذا وتبعت بس استجاب فاهم خلاص ما استجابش ممكن بقى تصور العربيه تصور تعرف اسم الشركه تبعته على الجروب ده بيتحط في الحسبان ده كان 100% ده بيتحط في الحسبان. يعني الشركه دي كل الجروب عليها شغالين في المحميات الطبيعيه خلاص تعرف. طب هو لو مش شغال في شركات سياحيه راجل جاي من مصر وده المشكله الكبيره بتاعتنا ان هم ايه السياحه الداخليه ما معهمش مندوب او مرشد سياحي وبيتعامل مع الطبيعه بقى ان هو ايه خلاص انا دخلت الشعب مش مجهز ما عنديش خلفيه ومره اعمل سنوركلينج ما عنديش بوت مش عارف بهقف على الشعب المرجاني واخد بالك انت بقى تنشر الوعي بيه بقى كده غلط وتفهمه وتحاول ممكن تصطاد مثلا بمجموعه تجيب 50 واحد رحله جامعيه رحله وزاره جامعه وتفر فانت ايه خلاص بقى انت ممكن تبقى فعلا بتغير سلوك مجموعه كامله. فالاتفاق ده شرط من شروط السياحه البيئيه تنشر الوعي. السياحه البيئيه ده مفهوم ظهر جديد يمكن في ال 20 سنه اللي فاتت وبدا يتصاعد وينمو على مستوى العالم ويتزداد انماط السياحه البيئيه. بدات في ناس تسال عن انماط السياحه البيئيه، يعني بدات الناس تقول لك ايه انا هاجي شرم الشيخ فعلا عشان ازور المحميات الطبيعيه واعمل دايفنج واعمل سنوركلينج. يمكن انتم بتحسوا بالموضوع ده في نوع السائل بيجي، يعني في السائل بيجي مثلا انت ممكن تتعلم منه فعلا. انا يعني قريت على الواتساب جروب يقول لك ايه السائل الالماني واحد انا معاه بسجاره في الارض كان هيضرب الراجل السواق مثلا. الراجل فاهم بقى الراجل فعلا عارف وجاي مكان مهم وحساس بيئيا بيحافظ عليه. فده بدا تنمو معدلات السياحه البيئيه وصناعه السياحه في هذا المجال. عشان كده الامم المتحده اعلنت عام 2002 عاما دوليا للسياحه البيئيه. ده كان عام رسمي للامم المتحده اعلن سنه 2002 عشان عديد من الدول المهتمه بالسياحه بدات تحط برامج السياحه البيئيه في برامجها المختلفه للسياحه عشان تعمل عمليه جذب سياحي مكثف. ده الكلام اللي بنقول عليه بنقول ان على الرغم ان السياحه المعتمده على البيئه هي من اسرع القطاعات نموا لكن في مصر في خلال 20 سنه اللي فاتت كانت سياحه الاثار هي السياحه السائده. يعني سياحه بقى الاهرامات والمزارات في الاقصر واسوان انما بدات البحر الاحمر بقى وشرم الشيخ بدات تزدهر من يمكن التسعينات بدات تطلع المعدل السياحي للزيارات المختلفه من الدول باعداد كبيره جدا لشرم الشيخ والغردقه على وجه الخصوص يعني. فخلاص يعني دي سياحه معتمده على البيئه بس دي بقى مش شرط تكون سياحه بيئيه لازم تحقق الشروط اللي قلناها عليه عشان تبقى سياحه ايه؟ سياحه هي سياحه معتمده على البيئه. هو جاي خلاص اعمل غطس سنوركلينج هيطلع يعمل جبل سانت كاترين مثلا هيروح محميه نبا هيروح ابو جالوم خلاص هي معتمده على البيئه ولكن عشان تبقى سياحه بيئيه لازم تحقق الشروط اللي قلناها عليه. التسويق شاطئ سياحه شاطئيه ترفيهيه هنا جزء منه تحول لبيئه سياحه ترفيهيه معتمده على البيئه. انت عندك عوامل بيئيه فريده طقس كويس جو معتدل بيئه البحر الاحمر البحر المنغلق ميه فيه هاديه فيه شعاب مرجانيه فيه اسماك ملونه فيه نباتات فيه جبال فيه طيور واخد بالك فدي كلها انماط مختلفه بكل السائل صح كده؟ طبعا دي سياحه معتمده على البيئه عشان تبقى سياحه بيئيه لازم تحقق شروط السياحه دي. نفس الكلام بنقول ان السياحه البيئيه مش لازم عشان نعمل جذب سياحي لازم تبقى سياحه قائمه عشان تبقى سياحه بيئيه منضبطه وسليمه لازم تبقى تراعي شروط السياحه البيئيه وتقدم خدمات ومنافع للسكان المحليين.
زي ما انت قلت